صباحكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدينا في ثاني يوم من التغطية المباشرة لاحتفالات مملكتنا الحبيبة بالعيد الوطني المجيد وذلك ضمن موسم أعياد البحرين. هذه المناسبة اللي نختلف في طريقة تعبيرنا عن حبها ولكننا نتفق الكل على حب هذه الديرة الغالية مملكة البحرين اللي هي تاج على رأسنا نبذل لأجلها كل غالي ونفيس. بلادنا تستاهل كل خير وعز لأنها دائما فخر وصباحك خير وسعادة يا جمانة وصباح مليء بالأفراح. صباحنا مليء بالأفراح وابتدت أفراحنا من ديسمبر إلى اليوم. الحمد لله نحن قاعدين نعيش هذه الأيام الجميلة والغالية على قلب كل بحريني وبحرينية وعلى قلب كل دول الخليج العربي. طبعا صباحك خير وصباح بالخير على كل متابعينا. بنتواصل معاكم في تغطية الأجواء الاحتفالية المتميزة اللي تعيشها مملكتنا الحبيبة سواء من خلال التقارير المخصصة لهذه الفترة أو ضيوفنا المتنوعين اللي بإذن الله بيأثرون هذه الفترة أيضا بذكرياتهم وكلماتهم الوطنية الخالصة وإنجازاتهم أيضا أو من خلال مراسلتنا خديجة الكوهجي اللي بتكون معنا وتنقل لنا تفاصيل وحيثيات جميلة احتفالا بالعيد الوطني. ويا رب دوم نتواصل معاكم في الفرح يا رب. اللهم آمين. يمكن أمس وكل يوم قاعدين نذكر أن كل واحد فينا صحيح. كل واحد من الشعب البحريني يحتفل بطريقته الخاصة وبالشيء اللي يكون موجود عنده وكل واحد يتميز في شيء اللي صح. يتميز في الجانب الرياضي يحتفل بإقامة الاحتفالات الرياضية واللي صح. متميز في القصائد والشعر والكتابة يتميز بقلمه أيضا حتى الصحفيين بالمجال. والإعلاميين أنا يعني لو تشوفين الصورة كاملة جميلة جدا أن الكل طبعا. قاعد يضع بصمله كل واحد قاعد يساهم في حبه للوطن بالشيء اللي هو يقدر انه هو يوصل فيه. طبعا في مناسبه الاحتفاء والاحتفال بالعيد الوطني من كل عام نشوف سنويا عشرات اللوحات الفنيه اللي تعبر عن هذه الفرحه. وعلشان تعرف اكثر على علاقه الفن بالوطنيه وتعزيز روح الانتماء معنا في الاستديو الفنان فواز محمد. نصبح عليك بالخير. صباح الخير يا فواز. تفضل معنا. حياك هني شويه افضل على اساس ندردش معك. قرب نعطلك شويه يا فواز بس ما عليك سامحنا هي دقيقتين من وقتك شوي. اول شيء صباح الخير. صباح النور. شو كل عام وانت بخير. كل عام مملكتنا بخير وصحه وعافيه. الله يسلمكم وطبعا شكرا على استضافتي في هذا البرنامج الجميل. بالعكس شرف. واليوم الاجمل ان شاء الله فيك. اللي يعني كل بحريني وبحرينيه يفتخرون بهذا اليوم وان شاء الله تكون مملكتنا العزيزه دوم في اعياد وافراح ومسرات. امين يا رب. طبعا في البدايه انت ذكرت بعض الكلمات الجميله عن هذا اليوم لكن نبي نعرف شعورك في هذا اليوم، شنو حاب تقول بهذه المناسبه؟ طبعا شعوري اليوم هو شعور اي مواطن بحريني صحيح. محب لوطنه وانا اتكلم عن نفسي كفنان. احنا نستغل مثل هذه المناسبات السعيده نعبر فيها بريشاتنا والواننا
عن هذه المناسبة الجميلة اللي نعتز فيها في الحقيقة، يعني جميعنا نعتز فيها، فنحاول بريشاتنا نوصل رسالة حق الشعب، حق المواطنين من خلال هذه الألوان. توصل جميلة. رسالة في نفس الوقت تعبر عن ما بداخلك من مشاعر وأحاسيس في هذه اللوحة. بالضبط. يعني أكيد فواز، يعني في كل فترة في لها يعني مشاركات خاصة، صح. في لها معارض خاصة، صح. أبرز المشاركات في هذه الأيام شنو تكون والمعارض؟ طبعاً أخوي حازم، أنا أتوقع اللوحة الوطنية أصعب لوحة ترسمها. لا، اللوحة الوطنية بالنسبة لي أنا أتكلم عني، هي جزء من شخصيتي. يعني أنا كفنان بحريني عشت في بيئة تأثرت بالبحر، تأثرت بالسوق القديم، تأثرت بالمناظر اللي عندنا في البحرين، اللؤلؤ، الغوص، فكل هذه الأشياء المفروض أن أنا مزروعة داخلك خلاص. بالضبط. فهذه جزء من أصالتي، جزء من تاريخي، تاريخ أجدادي، فكل هذه الأشياء لازم تطلع في اللوحة. فأنا في اعتقادي اللوحات الوطنية بالعكس الواحد يعني يستمتع بتنفيذها، لأن فيها توثيق حلو. أحداث، توثيق مهنة، توثيق شيء عريق يتمتع فيه. بس ما تحس أنه يعني كل ما ترسم لوحة تقول مو كافية؟ صح. الفنان ما يشبع، عينه ما تشبع، طمع. بني آدم طبيعي. بالضبط. بالذات الفنان، يعني بين فترة والثانية تكتشف أسلوب جديد، تكتشف تقنية جديدة، قد تكون ألوان من ماركة أو براند معين يشدك له، صح. وهذا كله يبين في اللوحات. أكيد طبعاً. فواز، يمكن إحنا يعني قاعدين نقول دائماً إن كل طفل هو فنان تشكيلي، دائماً كل طفل يحب إنه هو يرسم، يعبر عن يعني كل ما بداخله من مشاعر بالرسم، إن كان الرسم بكافة أنواعه. أنت من أي عمر بديت؟ هل كان من الطفولة؟ علاقتي الله يسلمك مع الريشة بدأت من عمر صغير، من 5 أو 6 سنوات. يعني كانت طفولتي غير عن باقي الأطفال. يعني كنت أحب أجلس على صوب، يعني في تجمع العيلة أو في أي مكان أجلس على صوب، عندي دفتري، عندي ألواني، تعيش الجو الخاص، فكانت لي أجواء الخاصة. والأهل لاحظوا هاي الشيء، ومن يومها بدأوا يعني ينمون فيني وينمون فيني هذه الموهبة بشكل أكبر. يعطيك العافية فواز، أنا ما بعت لك أكثر، تقدر تروح إن شاء الله. تشوف، بس وانت رايح كذي يعني اشرح لنا شنو الرسمة كذي بس على السريع. إن شاء الله. طبعا الرسمة للحين في إطار التخطيط، راسم جلالة الملك حمد مع قلعة البحرين والبانوش البحريني. إن شاء الله نهاية الحلقة راح تكون إن شاء الله نشوفها بشكلها الكامل. قالت متأثر بالغوص واللولو، البحر في قلب كل بحريني. أزين، بنروح إلى تقرير، نطلع مع أي تقرير يا شباب، ولا بنروح إلى خديجة اللي بتنقل لنا أجواء احتفالات العيد الوطني؟ بنروح إلى تقرير. أي تقرير؟ بنروح إلى تقرير قلعة البحرين. بنروح نشوف معاكم قلعة البحرين ولنا عودة مرة أخرى إن شاء الله. تعكس قلعة البحرين فن العمارة بطرازها العتيق والمتراكم على مر السنين، فهي بلا منازع تحفة معمارية مثيرة للدهشة بأسوارها العالية. وتحتوي القلعة على متحف يوجد به حوالي 500 قطعة أثرية، تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية بدءاً من دلمون وتايلوس حتى الحقبة الإسلامية. وبداخل المتحف مقهى يطل على البحر ليقدم منظراً مبهراً للقلعة وبساتين النخيل المحيطة بها. تقع قلعة البحرين أو كما تعرف أيضاً باسم قلعة البرتغال في ضاحية السيف على شاطئ البحر، تحديداً في الجهة الشمالية من جزيرة البحرين، ويشكل هذا الموقع مركز رئيسي لحضارة مملكة البحرين، ويتمثل في هضبة يحيط بها سور ضخم يضم قلعة البحرين. وبنيت هذه القلعة من قبل حكام عرب محليين في القرن 14 الميلادي، وصممت على شكل مباني تعود لفترات مختلفة من الزمن. واعتبرت القلعة قديماً عاصمة لحضارة دلمون، واستخدمت قديماً كميناء تجاري ومبنى سكني ومركز ديني،
استخدمت أيضا كحصن عسكري. طبعا متابعينا في الفتره اللي كانت موجوده فيه البرتغال في البحرين لفتهم الموقع الاستراتيجي المميز لقلعه البحرين واتخذوا منها مقر لهم، وايضا قاموا ببناء اضافات جديده لها. فعلا حازم، ايضا طبعا حفظت قلعه البحرين خلال العصور من التلاشي والزوال، وهذا اللي خلاها من ابرز الاماكن التراثيه في قلعه التراث العالمي لليونسكو. مشاهدينا راح نكمل معاكم هذه القصة من خلال هذا التقرير اللي بنشوف فيه تفاصيل ومعلومات أكثر حول هذه القلعة. تعكس قلعة البحرين فن العمارة بطرازها العتيق والمتراكم على مر السنين، فهي بلا منازع تحفة معمارية مثيرة للدهشة. تحتوي القلعة على متحف يوجد به حوالي 500 قطعة أثرية، تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية بدءاً من دلمون وتايلوس حتى الحقبة الإسلامية. وبداخل المتحف مقهى يطل على البحر ليقدم منظراً مبهراً للقلعة وبساتين النخيل المحيطة بها. حييت بعيونك
اشرق بخير انسانها يا غيث جود من السماء غطى بلدنا وانهمر تلقى الفصول بعمرها وحيا ربيع اسنانها جمان الأغاني الوطنية والقصائد الوطنية دائما جميلة ومعبرة ولها
لمسه كذي عند المواطن، خاص على القلب اكيد دائماً. اكيد. فالقصيده، حضور القصيده الوطنيه في الاعياد له الاثر البالغ في نفوس الشعب، وهذا اللون من الشعر يغرس في الناشئه قيم الانتماء والولاء والوفاء للوطن الحبيب. طبعا القصيده الوطنيه مسؤوليه كبيره لا يدركها الا الشاعر نفسه، ومسؤوليه الكلمه والرساله دائما مهمه عند الشاعر. نسمع قصائد قديمه لليوم تنبض بحب الوطن، وهذا خير دليل على قوه بقاء وحضور القصيده الوطنيه حتى وان كانت هذه القصيده قديمه. صحيح طبعا. خلونا نشوف معاكم في هذا التقرير اللي يحمل في طياته اغاني وطنيه كتبت ابياتها بحب وقنت لهذا الوطن. للشعر الوطني تجليات صادقة، هذه المشاعر تزدان وتكبر ويكون لها طابع خاص في الأعياد الوطنية، وكون أن الشاعر يعبر عنها بالطريقة والأسلوب الذي يراه مناسبا ويعكس مشاعره وأحساسه الصادق في العيد الوطني. في هذه الأغاني ابتهاج حقيقي بالوطن واعتزاز بتاريخه المجيد، كونه كتاب تضيء صفحاته بالمجد العريق والحاضر المشرق. لا شك أن العيد الوطني ترجمة لمشاعر الإنسان تجاه وطنه وانتمائه له، فرحة كبيرة تثير في الإنسان شاعرا كان أو لم يكن، تثير مشاعر مختلفة وأحاسيس عظيمة تجاه هذا الوطن الغالي. والشاعر يجد نفسه يكتب قصيدة تعبر عن ذلك الإحساس بشعر بقيمة هذه الأعياد وعمقها في داخله. الوطن هو أجمل قصيدة شعر، ومهما قلنا بحق الوطن نبقى مقصرين. كل يوم تشرق فيه الشمس ونحن على ثرى هذا الوطن المجيد، هو عيد يتجدد تتنفس فيه الأرواح بالأمن والقيم والعادات الحميدة التي تتزين بها ربوع هذا الوطن الغالي. تتغنى القصائد بأمجاد هذا الوطن وأصالته في الشعر مثل النسيج اللي تتداخل خيوطه لتصنع منه ثوب جميل مطرز بألوان البهاء والتألق والجمال، والمهم فيه أنه أكثر جاذبية وتأثير وصدق إذا وصف حب الوطن. شاعرنا الكبير الدكتور راشد نجم رئيس أسرة الأدباء والكتاب معنا اليوم، سعيدين بتواجدك، سعيدين أنك موجود معنا اليوم علشان تثري هذه الفترة بكلماتك المعبرة عن حب الوطن. صبحك بالخير يا دكتور، سعيدين بتواجدك، وكل عام ومملكتنا بخير وصحة، ويا رب يديم علينا نعمة الأمن والأمان. آمين. اللهم آمين. أول شيء أنا سعيد بهذه الاستضافة، وبداية حقيقة أحب أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد ملك مملكة البحرين المعظم حفظ الله ورعاه، وإلى سمو الأمير الملكي الشيخ سلمان بن حمد رئيس مجلس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللشعب البحريني الحقيقة النبيل، هذا الشعب الوفي دائما، وأتمنى للبحرين دائما مزيد من التقدم مزيد من الرخاء مزيد من هذا البلد الآمن المتعايش المسالم، أن يكون هو بالفعل حمامة سلام تسافر إلى كل بلدان العالم إن شاء الله بإذن الله. في البداية نبي ندخل في دور القصيدة، بما ان احنا قاعدين نتكلم اليوم عن الاعياد الوطنيه والافراح الوطنيه اللي قاعدين نعيشها في المملكه، الهويه الوطنيه ايضا مهمه جدا، فشلون القصيده ممكن تعزز من هذه الهويه؟ هي جمانه من البدايه، انا اعتقد الوطن هو هذا السكن اللي موجود داخل القلوب. صحيح. اينما نسافر
ليست له علاقة باليوم الوطني وليست له علاقة بالمناسبات. الوطن يسافر معنا إنما في كل وقت وفي كل مكان، فهو هويتنا. صحيح. هذا الحب لوطن وهويتنا. ميزة الشاعر عن غيره أن الغير يمكن ما عنده القدرة عن التعبير عن مشاعر بهذا الشكل المنتظم المتناسق، العبارات الجميلة المنمقة. نعم. الله حب الشاعر بهذه الصفة، أنه القدرة على إعادة صياغة هذه المفردات بشكل جميل، المفردات الجميلة والصحيحة بالضبط، وتكون مؤثرة. نعم. يعني الشعر إذا لم يكن مؤثرا لن يترك بصمة. أكيد. داخل الناس. أكيد. لذلك احنا هذا الفرق نقول ما بين الكلام العادي النثر وما بين الشعر، ليس فقط الوزن والقافية، انما صياغة المفردة وتركيبه بهذا الشكل الجميل. انت قبل شو حاطين تبن عيني موجودة؟ ما في احلى من هذا. ولما صار اكثر من يمكن 40 سنة الان تقترب، وما زالت هذه تتعاقب اجيال، لكن تظل المفردة الجميلة الصادقة. صحيح. الميزة في الأغنية الوطنية أن يجب أن تكون صادقة. في الوطن الواحد لا يجامل. صح. من القلب إلى القلب. بالضبط. في الوطن لا نجامل، إحنا قد نجامل في مناسبات أخرى، قد نجامل في مشاعر أخو صداقات وكذا، هذا ممكن. بس تعتبر نجامل. القصيدة الوطنية صعبة دكتور، من أصعب القصائد فعلا. هو أنت لما تكتب الوطن يعني أنت تخاطب داخلك، تخاطب كيانك، تخاطب يعني أرضك، تشوف نفسك فيه. فلما صيغ المفرد تقول أنا أريد أصيغ كلمة تليق بوطني، فهي هذه الصعوبة. فتعيد دائما حساباتك، فأنت تحسب قبل الله أكتبه، لا هل هذه الكلمة زينة؟ لا لا خلنا بدله، هل كذا؟ لا هل البحرين ممكن شوية يعني تحتاج مفردة أقوى من هذه المفردة. صح. فتعيد أنت صياغة المفردة بهذه الطريقة. صياغة المفردة بتعيد يمكن أبيات، يمكن حتى تلغي كل الصياغة السابقة وتعيد لذلك القصيدة الوطنية تحتاج إلى وقت. بالضبط. أنا أذكر وطن الحمام لما كتبته حق أحمد الهرمي كتبته أكثر من مرة. ما كتبته مرة واحدة، خصوصا المقطع الأخير كتبته يمكن 3 مرات، اللي هي هل وطن عمري تاريخي وأحلامي الجميلة. 3 مرات. نعم. كل نبض في، لأن بأكتب مفردة بالفعل أول شيء تعبر عني. نعم. وتليق بوطني وتوصل يعني حق الجمهور بعد. وتوصل حق، لذلك وصلت. يعني لو خلي أنا بالصياغة الأولى كانت جميلة بلا شك، بس الشاعر دائما يبحث نحو الأجمل. نعم. والأجمل قالت كتب جميل، ما في شاعر ما يكتب شيء جميل. لكن بلا شك هناك فرصة أن أنت تكتب الأجمل، فليش ما تكتب الأجمل؟ صح. لأن الأغنية فقط الوطني بالذات يعني وقت ما تسجل تنتهي خلاص. مثل هذه القصيدة دكتور كم خذك وقت علشان تكتبها؟ هي شوف، هي حازم الشعر دفقة شعورية واحدة، مرة واحدة يجيك، ما في صعب تجزئها، صعب تجزئها، فأنت تلاقي نفسك محشود داخلك. أنا كنت محشود بهذه بالفكرة نفسها، فإذا أنت محشود بالفكرة ما تستقر. شيء داخلك يغلي، ما تستقر الا لما تخلص، الا لما تطلع اللي في داخلك. اتذكر ان انا كتبته وانا كان في ورقه يمي يم سريري، يعني قحصت من رقاق شيء القصيده داخلي لهالدرجه، ممكن هي تاثر عليك بالضبط. حتى في ما اعرف ينام الا لما يطلع الكلمات، ما استرحت اللي قعدت من النوم. اتذكر الحين عندي النص المسود موجود وتشخبطي عليه موجود، ما ارتحت الا لما كتبته الدفقه الاولى. لما كتبته عدت النظر في المقطع الأخير بعدين، أنا حسيت لا مو في مستوى الذي مو في مستوى، لأن تعبت أنت الدفقة الشعور تأتي قوي من البداية، وكل اللي عندك بعدين في النهاية شوية ترخ أو كأنك تحس تضعف، فأنت هذه يعني يا تعيد النظر في اللي كتبته يا تأخذه كما هو. فلذلك الأغنية نجحت وناس ترددها. بالضبط، هذه هو النجاح اللي احنا قاعد نتكلم عنه. الأغنية الوطنية اليوم لازم تكون ناجحة، لأن مثل ما ذكرت إذا ما كانت ناجحة ما راح توصل إلى الجمهور وما راح يحسون فيها ولا راح تخلد أو تبقى لأجيال. ومتى تنجح جوانا لما تطلع من القلب؟ من القلب. أنا مثل ما قلت شوي يعني أغنيات وطني اللي شاعرنا الأخ الصديق حسن كمال اللي غنيها أحمد الشميري. نعم. الآن هي ترى مكتوبة من زمان، بس الآن اللي ملتفتين الناس لها لأن بالفعل درجة الصدق فيها كبيرة جدا. حتى لو هي نجاحها متأخر بس راح تنجح. بعض القصائد ترى ما يلتفت لها في بداياتها. صحيح. ما في إحساس ولا شعور فيها إلا في وقت متأخر. ليه تأخذ وقتها؟ كل شيء يأخذ وقت. إحنا نقول دائما كل شيء يأخذ وقت. كل شيء يأخذ وقت. ساعات أنت تطلع شيء حلو لكن وقته مو بحلو، مو بهاي وقته. فيكون ناجح في الوقت المناسب. الناس التفت له لتعلم.
والله شيء جميل حلو قصيدة. فتم ناس تالي تكررها وتكررها وتكررها، بعدين تأخذ مساحتها عدد شاسعة من النجاح، وهذه اللي صار مع أغنيات مثلا وطن. الآن كلين كرره صغار والكبار، وعيد أيضا غناءها بمجموعات وأفراد، فهذا هو النجاح، نجاح في بقاء النص أو الأغنية إلى فترة طويلة ما تغيب عن ذاكرة الناس. وأنا بتكلم عن هذه النقطة تحديدا، مقومات اللي تخلي الأغنية الوطنية خالدة، ذكرنا أنها تكون صادقة، ذكرنا أنها تكون الكلمات جميلة، لكن أكيد بعد في بعض العوامل المقومات الأخرى اللي ممكن أنها تساعد. بلا شك يا جمانة، جانب وايد مهم لحن. إذا تعطي نصك لملحن يقرأ النص قراءة جيدة، فبالتالي عيد صياغة الجمل اللي انت كتبته صيغة لحنيا، لأن في النهاية الكلام أنا لو قلته بيأثر في لحظة استماع له فقط، لكن الأغنية محتاجة صياغة لحنية. فالملحن الجيد هو اللي يصيغ اللحن بشكل جيد، فبالتالي تكون متكاملة. يعطيه ثوب آخر. يعطيه شكرا، يعطي ضيافة عيد الوطن هذي يعطيه بالفعل نمق جميل حلو، ويعطيه الرتوش الحلوة هذه. أكيد. فهني مهم جدا، يجب أن بعد ما يكون، إذا كانت الكلمة نقطة أنا ما قلت في لا صفقة السرق، بساطة المفردة. نعم. بعض الأحيان بعض الأحيان دكتور أنا يمكن هذه النقطة وايد فيها اختلاف وجهات نظر. بعض الأحيان المفردة الغريبة والصعبة غامضة تلفت الانتباه، وبعض الأحيان البسيطة هي اللي تلفت الانتباه، فمتى أختار المفردة الصعبة والغريبة نوعا ما، ومتى أختار المفردة البسيطة اللي توصل حق الكل؟ حازم، في فرق بين أن المفردة أو الصورة المتكلفة اللي يحاول واحد يتكلف فيها فتشعر أنها مصطنعة. نعم. ما يجي تلقائي، ما تعبر، ما توقف حتى لو تقول إيه حلوة، بس ما تردد الناس، ما حسيت فيها. نعم. ما تردد. يعني مثلا بعطيك مثال، شاعرنا الله يعطيه الصحه والعافيه علي الشرقاوي، لماذا اغنياته رائجه وهو شاعر الوطن تقريبا؟ نعم. بسيطه، بساطته. نعم. صحيح، الروعه والجمال في البساطه وليس فيه. ترى على فكره ممكن المراه تلبس اغلى فستان ثمنا ولكن ما يلفت الانتباه، ما يلفت، وواحدة أخرى تلبس بستان منسق جي بسيط ورخيص يمكن في دنانير، لكنه يلفت النظر ببساطته وروعة الجمال. متى يلفت البسيط النظر؟ هل القصائد الوطنية تحتاج إلى البساطة فقط؟ مو بس بساطة، يعني أنا قلت الصدق والبساطة، عوامل مختلفة. مهم، مهم جدا أن أنت أيضا يعني شاعر لما يكتب القصيدة الوطنية ثروته القاموسية الموجودة داخل من المفردات اللي تساعد على توصيل. إش كثر نسمع عن قصائد وطنية؟ صحيح. واحد فيها المناسبات. بس كم قليلين من اللي يبقى؟ صح. البسيط. البسيط واللي توصل إلى الكبار والصغار. اللي قالت يا جمانة كلمة، ما يخرج من القلب يوصل إلى القلب. صح. لكن أنت لما تكلف ترى الناس تشعر أنها أنت متكلف. صحيح. هاي المفردة مو وحد، والمفردة الغريبة أيضا. لا تأتي مفردة غريبة عن الناس، لا تستعير مفردات غيرك وصور غيرك ودخلها على هويتك المحلية. خلي الشيء يطلع تمشي من داخل، يعني مثل ثوب اللي احنا نقول ثوب رقعته منه فيه. صح. وحتى لو رقعه يبين رقعه، لكنه من ضمن نفس القماش نفس اللون، لكن لما تجيب لون آخر يبين هذا اللون. أكيد أكيد. فاحنا ما أنا أعتقد مفردة الشعبية البحرينية غنية بالصور، غنية بالمفردات، ما نحتاج نستعير مفردات أخرى ونضيفها إلى مفردات عشان نتكلف فيها. تبين كأنك ضايف أنت نكهة ما تناسب، مثل اللي يسوي مشبوس ويحط عليه مثلاً حليب. ما في تناسب. ما تركب. ما تركب. ما يصير يعني. والله خوش مثال يا دكتور. إذن أنا أشوف في يدك دكتور بعض الكتب الجميلة كذي. إذا نستعرضها. وبعدنا بنسمع. ونبي نسمع كذي بيتين. هذه إيه معلي. هذه اسمه بوح الدفاتر. الله. هذه جمعت فيه أنا كل النصوص الغنائية اللي أنا كتبتها والأوبريتات وكذا. أنا على فكرة كنت أكتب القصيدة من 1971، أنا من أوائل الشعراء اللي كتبوا مع استقلال البحرين. ما شاء الله. مع بداية استقلال البحرين. نعم. كنا نكتب القصيدة الوطنية، وغنى لي كثير من المطربين، منهم مصطفى أحمد من الكويت،
عبد الله بالخير من ما شاء الله. هذه الكتاب شامل للكل هذه القصائد، كل القصائد، في قصائد وطنيه، قصائد غزل، قصائد يعني تعبر عن ترى الوطن ممكن تكتب عنه بصيغ مختلفه، ليس فقط الوطن والعيد الوطني، انت ممكن تكون اغنيه غزليه لكن هي وطنيه موجهه الى الوطن، تتغزل فيها بالوطن، بالوطن يعني. وهذا الجميل، خلنا اقرا لكم انا بس، يلا عطنا سمعنا شيء من تبون من الاشياء اللي يعني شوف اللي رايحك. دام كنا نتكلم عن البساطه دكتور، ايه شيء بسيط نسمع كذي ابيات بسيطه. شوف هذه غنية غناها مصطفى أحمد في ملحان الفنان الكويتي عبد الرحمن البعيجان، هذه سنة 1972 يعني بدايات الاهتمام بالعيد الوطني، وكنا احنا مجموعة الشراء اللي نكتب أنا وراحل الشيخ عيسى بن راشد رحمة الله عليه، حسن كمال، وإبراهيم عبد العال، ما كان ذاك الوقت على الشرقة ويكتب، ولا إبراهيم الأنصار والجماعة دخلوا بعد ذلك يعني، فكنا نكتب، وكان قبل ولحن الحان وكان عيسى جاسم كملحن هو الموجود الشحزه، فتاخذ الحان تودون الكويت لان الكويت كانت هي عندهم الفرقه، نعم، وكانت فاتح استوديوهات حق البحرين، صحيح، وكان يغنون حتى اغانينا لان يحبون البحرين هم. فانا بقول لك الغني اسمه المحبه هذه وان شاء الله دائمه هذه الحمد لله بيننا وبين كل دول الخليج. تقول لي بلادي الله عيدك عيادي غناوي شوق تناديني، تقول اليوم فرحني يزيد وبشاير خير تلاقيني، تباشير الفرح حلت بأمان كبار تهنيني، على ترابك تربينا كبرنا فيك ورفعنا الراس، كتبنا للزمن أمجاد صبحنا للفخر متراس، على أمواج البحر تمضي صوارينا تغازل سيفنا تحكي عن ليالينا، أبد فيك الأمان تصير قلايد خير ما تنداس، عذاري الله والنخيل تميل على مد النظر تمتد، عذاري والنخيل تميل على مد النظر تمتد، تقول شوفوا أراضينا تيب الخير وما تشتد، عرق في جباهن السمرة لجل عينك، نشيل الليل ليظلم على عينك، وتظل فيك شمعة الأجيال تنور دوم بلاي أحد وبلادي. صح لسانك، صح لسانك طبعا، كلمات مثل ما ذكرنا بسيطة وتوصل بالضبط. يعني احنا دائما بعد احس ان الاغاني الوطنية او القصائد الوطنية حلو ان هي تكون بسيطة علشان توصل حق الجيل الجديد، الاحلى والاهم ان انت تغنون فيها، اتوقع صحيح هذه الرسالة الاهم والاسمى ان انت تأثر في الجيل الجاي، صح بالضبط، وتترك عنده بصمة وتخليه دائما حب الوطن يردد الكلمات الوطنية. هذا نص ثاني غناه الفنان ابراهيم حيب، يلا نسمع دكتور نسمع. هذه بعد من الحان غناه ابراهيم حيب والحان عبد العزيز ناصر رحمة الله للفنان القطري. تقول على أرضش تطل الشمس يومية، تصبح كل جبين يتعب ويتريى، حلفت اسمك يعيش في القلب يومية، تيمعتوا أهل وإخوان ووحدتوا العزم والراي، وبحسن الشور وهدى الرحمن طلع فجر اتحاد الراي، وسير يا مساء الخير وأبشر يا شعب بالخير وإن شاء الله الخير جاي، وسير يا مساء الخير وأبشر يا شعب بالخير، وخيركم على الجميع ضافي دليل يشهد صواب الراي، خليج والاتحاد دولة على كل الخليج الطل، صحارة تحولت جنة وشادت للفخر أرف ظل، وسير يا مساء الخير وأبشر يا شعب بالخير، عرب والاتحاد قوة رغم ضيم الزمن بيظل. صح ان شاء الله دائما نكون كعرب وحده واحده ودوله واحده ان شاء الله، دائما متكاتفين، كلمات حلوه واثرها حلو حتى على يعني القلب ان احنا نحس بهذه الوحده، مو بس الوطنيه، الوحده ما بيننا كلنا في دول الوطن العربي، صح. في دول الخليج كلها ترى احنا دائما ننشد هذه الوحده، واعتقد البحرين سباقه ودائما يعني نسمع دائما خطابات جلاله الملك دائما وسعي حتى هو دائما هو من الذين يسعون الى الاتحاد والقوه، صح كل شيء. الجميل دكتور ان الكل فرحتنا اليوم في الاعياد الوطنيه وهذه الموسم والشهر الجميل بالنسبه لنا، كل دول الخليج يفرحون معنا، مو بس بحرينيه، الفرحه خليجيه، يعني هذه ميزه ما كانت موجوده في السابق، يمكن البحرين كانت سباقه على فكره، هي سباقه، انت شوف لما تسبق للخير
الغير إجازك بالخير. صح. نعم، لأن إحنا كنا نفرح معاهم دائماً. فالكريم يعني نشوف السفارة العمانية قبل يومين كان عندهم موسيقى شعرية سووها في قلعة البحرين، ويابو شعراء من عمان. صح. والآن محتفلين حتى ب اغلب دول الخليج. البارحه انا كنت ضيف في احد البرامج ايضا ان هي قاعده تحتفل في العيد الوطني. دوله الامارات، اغلب دول الخليج اليوم قاعدين يحتفلون بهذه الايام الوطنيه. هذه اللحمه، اللحمه ليست مفردات وليست كلام مسطر على الورق. نعم، هي بالفعل طبعا لابد ان هي تكون موضوع افعال. لذلك نقول الوطن، حب الوطن افعال وليست اقوال. احنا كلنا ممكن نقول اجمل كلام في الوطن، لكن كيف ترجم هذه الكلمات على أرض الواقع ويسمح الوطن بالفعل هذا الكائن المتحرك داخلنا أينما نذهب. من جمال المفردات يا دكتور، يعني ما حسيت بالوقت معك صراحة. يعطيك العافية. بس بما أننا قاعدين نتكلم عن الأغنية الوطنية، نطلع نشوف أغنية وطنية نسمعها. شكرا لك يا دكتور، يعطيك العافية وشرفنا. نروح نسمع كلمة كذي أغنية وطنية ولنا عودة. تاريخنا مكتوب عليك
الأمان بخيركم ليل ونهار. حبك يا أبو سلمان كل يوم يكبر والقلوب ما تلام فيه حب الأخيار. لأنك ذرى تسهر تعطي الجميع بطيبة وبحب وإيثار. تاريخنا بحريننا الوطنية ومن بعد الشعر. يعني مثل ما أقول الكلمات دائما هي المعبر اللي يوصل مشاعرنا اتجاه أكيد الوطن. والكلمات مهما يعني ذكرت وقيلت يا جمانة هي تبقى قليلة في حق وطننا. ومثل ما قال الدكتور راشد نحتاج بعض الأحيان إلى الأفعال. صح، الفعل هو اللي يكون مسطر. أكيد أكيد إلى النهاية. ننتقل معاكم إلى خديجة الكهجي اللي موجودة في أحد مناطق البحرين. خلونا نشوف شنو عندها. مرحبا خديجة في جسر الملك فهد. جسر الملك فهد. هلا، مرحبا جمانة، مرحبا حازم. مرحبا، يا هلا، صباح الخير. طبعا تقام اليوم فعاليات بمناسبة الأعياد الوطنية تقيمها المؤسسة العامة في جسر الملك فهد بالتعاون مع المحافظة الشمالية، وأنا اليوم موجودة في جسر الملك فهد، هذا الجسر اللي يربط ما بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. ومعي حاليا سعادة المحافظ علي العصفور محافظ المحافظة الشمالية. يا هلا مرحبا. يا مرحبا، يا هلا سهلة. في الحقيقة اليوم احنا سعداء في جسر الملك فهد نعيش أفراح أعياد الوطن، وهذا هني يترجم العلاقة الأسرية، علاقة النسب، علاقة المصير المشترك بين القيادتين الكريمتين في البلدين الشقيقين مع يعني الشعبين الشقيقين أيضا. وأنا في الحقيقة يعني من هذا المناسبة وإحنا نحتفل بيوم العيد المجيد لدولة البحرين إحياء لذكرى المؤسس، إحياء لذكرى الدولة البحرينية الحديثة للمؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية ومسلمة في العام 1783، ولتولي مقاليد الحكم في البلاد حفظ صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. في الحقيقة اليوم سعداء بهذه الشراكة بيننا وبين إدارة الجمارك في مؤسسة الجسر وأيضا المؤسسة العامة للجسر. ومثل ما نشوف هناك يعني لقاء حميمي بين الزائرين للبحرين للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والمواطنين أيضا البحرينيين أو المسؤولين على هذا الجسر. وإن شاء الله الله يديمها من أعياد وطنية في ظل العهد الزاهر لحظة صاحب الجلالة الملك المعظم. نعم سعادة المحافظ، كلمنا عن هذه الفعالية، عن أهمية هذه الفعالية وعن ما تحتويها أيضا. والله مثل ما نعرف يعني فرقة العرض اليوم تؤدي يعني عروض جميلة، هي يعني أهازيج قديمة وعريقة تمثل يعني العلاقات القبلية في شبه الجزيرة العربية، تمثل الفرح، تمثل الاستعداد للقتال، تمثل الزهوة بهذه المناسبة الوطنية. وهذه المشاركة وعملية توزيع الهدايا بالتعاون مع مؤسسة هيئة الجسر تعني الكثير للمواطنين لهذا التفاعل الجميل اللي قاعد يصير. وإن شاء الله دائما البحرين والمملكة العربية السعودية في أعياد دائما إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. سعادات المحافظ علي العصفور شكرا لك. شاكر مقدر، والتوفيق إن شاء الله. شكرا لتلفزيون البحرين. شكرا لك.
طبعا مستمرين معكم مشاهدينا، وحاليا لقاء مع مدير الجمارك محمد العيسى. يا هلا مرحبا فيك. يا هلا يا مرحبا. طبعا استاذ محمد، حاب تخبرني عن انسيابيه الحركه اليوم على جسر الملك فهد. في البدايه بهذه المناسبه ارفع اسمايات التهاني والتبريكات الى سيدي صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك مملكه بحرين المعظم، والى سيدي صاحب السمو الامير الملكي الامير سلمان بن حمد بن عيسى ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والى حكومه البحرين وشعب البحرين الكريم بمناسبه احتفالات مملكه البحرين بعيادها الوطنيه السعيد، وبمناسبه ذكرى تولي صاحب الجلاله مقاليد الحكم. نعم طبعا استاذ محمد، حابه اسالك عن اليوم انسيابيه الحركه على الجسر، خصوصا نحن لاحظنا في موكب حق في موكب تم تنظيمه ايضا من خلال المؤسسه العامه في جسر الملك فهد. طبعا في هذه المناسبات جميع الادارات العامله بمنفذ تعقد اجتماع تنسيقي مشترك لاستقبال العدد المتوقع لدخول مملكة البحرين للمشاركة في الفعاليات، وهذا الاجتماع التنسيقي وضع استعدادات تناسب تتوافق مع حجم العمل المتوقع من خلال زيادة عدد المسارات، زيادة عدد الموظفين، مثل ما تفضلتي أن كان هناك استقبال كبير لعدد كبير من الدراجات، وتم التنسيق لمرورها بانسيابية، ومثل ما تلاحظين بعد انسيابية حركة المركبات فالاستعدادات موضوعة، ونرحب بجميع ضيوفنا القادمين من المملكة العربية السعودية. كذلك التنسيق صار في المغادرة الانسيابية حركة أو خروج مثل الباصات المتوقعة مغادرته لأداء العمرة أو زيارات أخرى. جدا يعني احنا شفنا ايضا في فعاليه للسيارات الكلاسيكيه ايضا ضمن فعاليات جسر الملك فهد اليوم، شلون كانت هذه الفعاليه؟ هذه الفعاليات تنظم من قبل المؤسسه العامه لجسر الملك فهد ومن قبل مؤسسات الدوله، فمثل ما لاحظت الدراجات الناريه والسيارات الكلاسيك، وبعد كذلك العرض حاليا في مناسبه اخرى اليوم بعد العصر. فهذه المناسبات تنظم بمناسبة الأعياد الوطنية ومناسبات الأخرى. محمد العيسى شكرا لك. مشكور أبوي جواد. طبعا مشاهدينا راح تستمر تغطيتي لجسر الملك فهد في هذه المناسبات الجميلة، مناسبة أعيادنا الوطنية، خلكم معنا. حاليا راح نعود لزملائي في الاستديو. يعطيك العافية. شكرا لك جمانة صراحة. خديجة جمانة يمي أنا آسف. شكرا لك خديجة، وأكيد لنا عودة معك مرة أخرى إذا يعني سنح لنا الوقت وكان في عندك نقل أجواء هناك. جمانة يمكن إحنا تكلمنا البارحة عن باب البحرين، تكلمنا عن قلعة البحرين، تكلمنا عن المعالم الأثرية، ولكن تكلمنا عليها بطريقة اللي هي طرح المعلومات في وسرد المعلومات وتاريخياً والرؤية الأثرية لهذه المعالم. حلو. لكن شلون تشوفين الطفل شلون تشوف البحرين وشوف هذه وبعيونه يشوف مملكة البحرين الطفل والمعالم. شلون يشوف البحرين ومعالمها؟ نعم نتابع وين من التقرير التالي. البحرين ما يختصر في مكان أو مكانين. جمال البحرين في نخيلها وبحرها وناسها الطيبين. أنا حنان حازم الشيخ بارويكم البحرين. هذه متحف البحرين، بوابة واسعة عشان نعرف الوطن، فيها الحرف والتاريخ والذاكرة. مرحبا أنا جامع شاكر وراح أراكم أجمل معالم البحرين.
هذا باب البحرين، مبنى تاريخي قديم ومدخل للسوق المنامة. هذه المدينة تتميز بتنوعها وبالذهب واللؤلؤ. تعالوا معاي بروح برويكم قلعة البحرين. هذه قلعة البحرين الليل على عمق حضارة التلمون، ولما تزورها ترجع بالزمن لآلاف السنين. كنت معاكم دانا شاكر، وهذه هي البحرين بعيوني. هذه البحرين في عيوني. وهذا الصرح اللي يذكرنا اننا في هالوطن. في كل خطوه نخطيها نقدر نترك الحب والاثر. جمال الكلمة من الطفل وخروجها بعفوية هو أجمل ما في يعني الروح الجميلة والإضافة في هذه المناسبات. يعني التقرير ما يحتاج تتكلم عنه، هو قاعد يتكلم عن نفسه للأمانة، وحلو إن احنا نشوف مثل هذه فرحة الأطفال في 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 هذه المعالم، في هذه يعني لما تشوفين تلمسين الفرحة. صح، شلون لما يزورون مثل هذا المعلم. لا، والاحلى ان احنا نخليهم في هذه الاماكن. بالضبط، احنا انهم يكونون موجودين في هذه المعالم او في هذه الاماكن على اساس تبقى دائما في ذاكرتهم. اكيد اكيد جمانه، وتعزيز الانتماء والمواطنه يعتبر من اولويات الدوله ومؤسساتها التربويه. وللحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدنا استضافه الاستاذه امل عبد الله الكعبي، القائم باعمال مدير اداره الشراكه المجتمعيه بوزاره التربيه والتعليم. يا اهلا ومرحبا فيك، وكل عام مملكتنا الحبيب الف خير. مرحبا أخ حوزي، مرحبا أخت جمانة، وأنا سعيدة بتواجدي معاكم اليوم في مثل هالمناسبات السعيدة العزيزة على قلوبنا. وإحنا أسعد أكيد. إذن خلينا نتكلم شوي عن اهتمام طبعا القيادة الحكيمة ووزارة التربية والتعليم بالتحديد في تعزيز المواطنة والانتماء لدى الطلبة. في البداية طبعا أشكر لكم هذه الاستضافة، وانتهز هذه الفرصة لأتقدم بأسمى التهاني والتبريكات للمقام السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم ملك مملكة البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيتشة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك وهي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى الشعب البحرين الأصيل بمناسبة العيد الوطني وبمناسبة عيد جلوس جلالته، وفي نفس الوقت اللي هو سائل المولى عز وجل أن يديم على البحرين نعمة الأمن والأمان لهذا البلد الطيب. اللهم آمين. اللهم آمين إن شاء الله. نرجع إلى دور وزارة التربية والتعليم في تعزيز المواطنة عند الطلبة. طبعاً المواطنة هي تعتبر أساس المواطن الصالح. نعم. القادر على الإنتاج والقادر على العطاء، وما تليه وزارة التربية والتعليم من اهتمام بالمواطنة هو امتداد لما تليه الحكومة الرشيدة. نعم. من اهتمام وما تكرسه من جهود. صحيح. المواطنة تبتدي عندنا من الطابور الصباحي، من تحية العلم، من الفعاليات الوطنية اللي تكون مستمرة ومفعلة على طول باستمرار، كذلك تبتدي عندنا من المشاركة في أي فعاليات ثقافية أو تمثيل البحرين خير تمثيل في المحافل الدولية. نعم. عندنا البحرين أو الفعاليات تكون يعني تنمي عندنا هذه الأحاسيس، عندما نعمل على تفعيلها تنمي لنا مواطن صالح، مواطن واعي، مواطن يعتز بهويته الوطنية، هوية البحرين البحرينية. يعني الحرص على إقامة هذه الفعاليات يعزز من الحب وفي نفس الوقت مشارك للمسيرة التنموية اللي تشهدها مملكتنا وخصوصا في مجال التربية والتعليم. نعم.
طبعا هذه الاشياء او هذا المنظور اخذت وزاره التربيه والتعليم على عاتقها اطلاق مبادرات نوعيه ذات اهداف في المواطنه وفي الانتماء، مثل عندنا جائزة العمل التطوعي، وهي جائزة تقوم على مشاريع تطوعية يقوم بها الطلبة وخدمة للمجتمع البحريني، مثل عندنا جائزة يا زينية البحرين، عندنا مسابقة مراسم معالم بحرينية تراثية بلمسات عصرية. حلو. جميع هذه المسابقات تسهم في الانتماء والمواطنة. حلو حلو ان احنا نشارك الطلبة في مثل هذه المبادرات على اساس ان ننمي عندهم قيمة المواطنة والانتماء الى الوطن. يمكن انت ذكرتي من شوي ان في المدرسة يبتدي الطابور الصباحي وفيه اللي هو تعزيز لهذه القيم اللي احنا ذكرناها، لكن لو نتكلم عن السبل الاخرى اللي ممكن ان تتبعها ادارات المدارس على اساس ان هي تنمي عند الطلبة هذه القيم. طبعا تحرص وزارة التربية والتعليم على قرص المواطنة والانتماء في وجدان ونفوس الطلبة. طبعا قامت بإدراج منهج المواطنة. صحيح. يعتبر من المناهج الأساسية من المناهج الدراسية في من ضمن المناهج، وفي نفس الوقت اللي هو حرصت وزارة التربية والتعليم على وضع خطة شاملة ومتكاملة حتى تكون هناك في أنشطة تفعل فيها المواطنة. كذلك يعني في تناغم وترابط وتكامل بين إدارة الشراكة المجتمعية وبين المدارس. ما نتكلم هنا في هذا الجانب عن المناهج أو عن المواد التعليمية والمواد الدراسية، فقطاع التعليم يقوم بدوره الكامل في هذا المجال، وإنما نتكلم عن الخبرات المكملة للمنهج التعليمي، مثل المراسم، مثل الندوات الطلابية، مثل المسابقات الثقافية. عندنا مؤخرا كان عندنا معرض إشراقة وطن في مجمع دلمونيا، وكان له صدى كبير في عند أولياء الأمور وعند المشاركين فيه. كذلك عندنا يعني مشاركة عندنا في حملة بحريننا في تفعيل المفردات البحرينية. ما شاء الله، يعني أكثر من نشاط، أكثر من فعالية، أكثر من مبادرة تلاقينها هي تعزز طبعا حازم من قيم المواطنة عند الطلبة البحرينية. نعم، يعني أستاذ أمل، لو نروح ننتقل شوي إلى الخطة اللي تم تنفيذها في وقت جائحة كورونا لتعزيز المواطنة، أكيد هذه الفترة كانت صعبة عليكم شوية. لم يتوقف العمل في أثناء جائحة كورونا ولا يتوقف. نعم. في أثناء جائحة كورونا كل ما كنا نقوم به في وقت الحضور انتقل عبر المنصات الافتراضية أسوة بباقي الإدارات وباقي المؤسسات. لذلك يعني كل تم تنفيذ جميع البرامج الإثرائية المعززة للانتماء والمواطنة في المدارس، الندوات الطلابية، المسابقات، جميعها انتقلت عبر منصة تيمز. كذلك عندنا يعني مثل ما نقول احنا يعني حتى الانشطه الصيفيه قامت افتراضيا. نعم. قمنا بها افتراضيا ووجدنا تفاعل كبير من قبل الطلبه. يعني ما تم ايقافها بل تمت مواصله، وهذه ساهمت ان احنا تحافظ على قربنا وتواصلنا مع الطلبه. في نفس الوقت احنا يعني فخورين بما حققناه من انجازات ونجاحات في تعزيز وتوطين المواطنه وثوابت الوطنيه، وهذا ما لمسناه عندما كنا نتفاعل مع الطلبه في اعياد البحرين. حلو. يمكن اليوم احنا في الاعياد الوطنيه دائما نحب نذكر الانجازات، نذكر النجاح اللي وصلنا له كلنا في كل المجالات والقطاعات. نبي نتكلم عن وزاره التربيه والتعليم عن الهدف اللي قاعدين نتكلم عنه واللي هي تعزيز قيم المواطنه عند الطلبه. خلينا نتكلم عن الانجازات في هذه المجالات. احنا فخورون طبعا بما حققناه في ان احنا كنا من ضمن المدارس المعززه للمواطنه وحقوق الانسان. هذه المبادره تهدف الى تعريف الطالب بما له من حقوق وما عليه من واجبات. كذلك احنا من ضمن الشركاء المؤسسين والفاعلين مع وزاره الداخليه في مبادره بحريننا، وهذا طبعا تهدف الى انشاء او الى تاسيس مثل نقول مواطنين صالحين ملتزمين عارفين حقوقهم عارفين او محافظين على هذا الوطن. نعم. كذلك يعني من انطلاقا من نحن كاداره شراكه مجتمعيه وبتشجيع من سعاده الدكتور محمد بن مبارك جمعه وزير التربيه والتعليم المقر، شاركنا في المبادرات الاقليميه. مثل عندنا مبادرة تحدي القراءة العربي، وهي مبادرة من ضمن مبادرات سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. في هالمبادرة شاركنا فيها وفاز فيها الطالب محمد جميل من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين من ضمن 6 متأهلين من مجموع 22 مليون طالب على مستوى الوطن العربي. ما شاء الله، يعني مو في حدود الوطن، في حدود العالم. الوطن العربي.
وفي نفس الوقت طبعا تأهلت مدرسة العهد الزهرة الثانوية للبنات بأن تكون من ضمن المراكز الثلاث الأولى من أصل 92 ألف مدرسة من الوطن العربي. يعني طبعا هذه كلها إنجازات تذكر أو للبحرين ونفتخر فيها. نفتخر أكيد فيها أكيد في طلباتنا وفي مدارسنا. زين أستاذ أمل، ما هي أبرز الفعاليات؟ خلينا نتكلم عن الفعاليات اللي تعزز عند الطالب اللي تنظمها المدارس نفسها. كل مدرسة طبعا تنظم فعاليات، تنظم احتفالات بهذه المناسبة. من بداية شهر ديسمبر تبتدي الاحتفالات في المدارس، من تزيين إضاءات حق المدارس والصفوف والفصول، وتبتدي هناك مسابقات يعني تنمي عندهم، تغرس عندهم الروح الوطنية، واحنا نشارك فيها وننظم العمل فيها. عندنا بعد يعني انتهز الفرصة ان انا اذكر دور الأوركسترا السيمفونية المدرسية في ان هي نمت عندنا المواهب الغنائية والموسيقية. كذلك عندنا بعد الفرقة الطلابية للفنون الشعبية، شاركت معنا طبعا فرقة الأوركسترا والفرقة الفنون الشعبية الطلابية شاركت معنا في الاحتفال الذي أقيم يوم الأربعاء تحت رعاية سعادة الوزير في صالة وزارة التربية والتعليم. وبالأمس بعد في الاحتفال اللي أقيم في وزارة التربية والتعليم شاركوا معنا طلبة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية. يعني ان شاء الله دائما افراحنا مستمره، ان شاء الله دائما الانجازات موجوده في مملكتنا من كافه المجالات. يعطيك العافيه الاستاذه امل عبد الله الكابي، القائم باعمال مدير اداره الشراكه المجتمعيه بوزاره التربيه والتعليم. كل الشكر لك على تواجدك، وكل عام وانت بخير. الله يسلمكم، يعطيكم الصحه والعافيه، ويحفظكم ويحفظ لنا البحرين ان شاء الله. اللهم ودم لنا رايه البحرين خفاقه بقيادة جلالة الملك وبدعم مؤازرة من سمو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة. يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لكم، الله يسلمكم. طبعا متابعينا، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، انطلق مهرجان الأعياد الوطنية الذي تنظمه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان، واللي شهد منذ اليوم الأول إقبال كبير. طبعا إقبال كبير شاهدناه لمدة الأيام اللي تم عرض فيها على تلفزيون البحرين. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي. تزامناً مع موسم أعياد البحرين، انطلق في 9 ديسمبر مهرجان الأعياد الوطنية الذي تنظمه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان، والذي أقيم بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية وأحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. المهرجان تميز بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة البحرين للثقافة والآثار. ويقدم المهرجان فعاليات وأنشطة جماهيرية متنوعة، منها الفرق الشعبية والسوق الشعبي الذي يضم منتجات متنوعة وبرامج ترفيهية مختلفة. ويعد مهرجان وزارة الإعلام من الفعاليات المميزة التي تقام في المملكة بمناسبة الأعياد الوطنية، ويوفر فرصاً متنوعة للاستمتاع بأجواء القرية التراثية وما تحتويه من مباني ومجسمات عمرانية تعكس مراحل مختلفة في تاريخ مملكة البحرين. وللحديث أكثر حول فعاليات القرية يسعدنا أن تكون معنا في الاستديو الأستاذة عائشة بوشيري، رئيس العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإعلام. يا أهلا مرحبا فيك، صباحك خير وكل عام وانتي
بحرين. صبح عليك بالخير ونور وسرور وسعيدين بتواجدك معنا. صباح الخير. ومش اول شيء احب ان انا اشكركم على استضافتكم لي في الاستوديو خصوصا مناسبه الاعياد الوطنيه، واحب ارفع اسم ايات التهاني والتبريكات الى حكومتنا الرشيده سيدي صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه المعظم حفظه الله ورعاه، وسمو الامير الملكي الشيخ الامير سلمان بن حمد ال خليفه رئيس ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. طبعا في البدايه نبي نتكلم احنا بما ان انت موجوده بنستقل وجودك، نبي نعرف الهدف من اقامه هذه المهرجان والهدف من اقامه القريه التراثيه ايضا. اوكي، هو كان الهدف اول شيء كان من اقامه القريه التراثيه هي لتصوير المسلسلات التراثيه، كون البحرين متالقه في الاعمال الدراميه التراثيه. نعم. اللي ما زالوا الناس للحين يذكرونها. صح. فكانت هي فكره التصوير، بس كثره التساؤلات خصوصا نطلع برنامج الساريه، كثره التساؤلات وين هالقريه التراثيه؟ يسالون عنها الناس. وين هي؟ اي وشلون نقدر نروحها؟ شلون نقدر نزورها؟ الناس تبي تشوف صارت. بالضبط. فقررنا ان احنا نقوم في 2021 باقامه حفل بمناسبه الاعياد الوطنيه في ديسمبر 2021 وفي نفس الوقت افتتاح القريه التراثيه. فقمنا بمهرجان وما شاء الله يعني لقينا اقبال كبير من الناس، يعني والكل كان متعطش ذاك الوقت اللي بعد جائحه كورونا انه هو يطلع ويدور ويشوف وخاصه الأشياء. ان الشعب البحريني متذوق الى التراث، يحب دائما يشوف الاشياء صحيح. التراثيه الاشياء الشعبيه صح. تلاقي عندهم اقبال عليها يهتم فيها يهتم في 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 اهتمام. زين احنا وصلنا الحين في شهر ديسمبر شهر 12 عام صح 2022 كان مليء بالفعاليات في القريه، لو نتكلم عن ابرز الفعاليات اللي اقيمت في خلال هذا العام. انزين في عام 2022 اللي هو هالعام قيمت فعاليتين مهمتين. طبعا في قيمت اول فعاليه في 22 هي فعاليه عيد الفطر المبارك. نعم. واستمرت لمده 6 ايام. وحاليا اللي هي الفعاليه الثانيه في عام 22 قيمت فعاليه اللي هي الاعياد الوطنيه واللي ان شاء الله مستمره لتاريخ 19 ديسمبر. عشان يمكن احنا ذكرنا القرية التراثية من شوي، قلنا ان الشعب البحريني يحب ويهتم بالتراث، مو بس الشعب البحريني، احنا شفنا في القرية حتى من خارج مملكة البحرين الناس كانوا يجون، فشلون شفتي تفاعلهم؟ ما شاء الله الحضور ما شاء الله مشرف من جميع الفئات ومن جميع يعني الدول. والحلو ان انت تمشين وتسمعين كلمات شكر وتقدير عن إقامة هالنوعية من الفعاليات. نعم. وخصوصا من الدول يعني المجاورة الشقيقة لنا، فيعني الحمد لله ولله الحمد الكل يمشي ويشكر يقول والله، يعني لدرجة أنه كانوا آخر مرة كانوا في عائلة من دولة خليجية يقولون والله أنتم يا البحرينيين ونيسين ما ودنا نطلع من عندكم، وهاي الكلام يسعدكم خليكم تكونوا مفتخرين وتعطون الأكثر في هذا المجال، يعزز روح الانتماء الوطني عندك. صح أكيد. نعم يعني عاش لمسنا في، انا لما كنت ازور القريه في كذي لمسات لكم بسيطه، تكلم عن هذه اللمسات تنظيمكم. انا صراحه اشكر كل القائمين على القريه بالرغم من العدد الكبير اللي يستقبلونه، ولكن في تنظيم في عمليه يعني منظمه على اساس يكون في سلاسه في الحركه والكل يشوف هذه القريه. فشلون تكون العمليه التنظيميه عندكم وشلون الاستعدادات لهذا العرس الكبير؟ صراحه هذه احنا نكون نشتغل عليهم تقريبا احنا اولموست شهرين ترى قبل الفعاليه ونوزع ما شاء الله الادوار شهرين. ايه ينتقل دوامكم للقريه خلاص بين القريه والوزاره يكون، فيكون في تنظيم بين الموظفين، توزيع مهام بين الموظفين، كل واحد يشيل مسؤولية شيء فعشان لا يصير تداخل بالمواضيع، فكل واحد أعطيته مسؤولية شغل خلاص هو يقوم بشغله، عارف أن هاي هو صوبة، يعني حتى أنا لو برجع لهم أرجع له واحد اثنين شنو سويت إيش صار، حتى لين يردوني أقول لهم ذي الموقع صوبك لا ترجع لي أنت أخذ قرار وقول لي شنو سويت مسؤوليتك هذه المكان. فأنت تعطينهم روح المسؤولية ما شاء الله عليهم، يعني كل واحد قد المسؤولية ويشيل المسؤولية، والكلمة يعني حتى المشاركين معنا ممقص يعني يمدحون في تنظيمهم، يمدحون في سلاستهم وتعاونهم مع الكل، يعني سواء الكبير في السن، ذوي الهمم، الجمعيات، الكل متعاون يعني متعاونين وياهم، وبالعكس يعني الحمد لله الحمد
نجحنا ما شاء الله نجحته، والكل يشوف هذه النجاح ونلمسه بشكل يعني تام، ان كنا موجودين في القريه ولا ان كنا نشوفها على التلفزيون قاعدين نشوف النجاح والتعب اللي انتم تعبتوه. حازم، بما ان احنا قاعدين نعيش الاحتفالات والافراح الوطنيه، ايش رايك نطلع نشوف غنيه؟ نروح نشوف غنيه جمانه وراجعين ان شاء الله. شكرا.
عودة لكم متابعينا من جديد. وصلنا يمكن إلى لمسات الأخيرة والصورة النهائية للوحة الرسام فواز، يعطيك العافية صراحة. يعافيك. كلم شوي بس عن اللوحة. طبعا هذه اللوحة رسمتها اليوم خلال البرنامج. ما شاء الله عليك، يعني كنت سريع. الحمد لله، يعني هاي مع الممارسة. إيه بس أبرز المعالم كذي والرسالة اللي تبي توصلها من هذه اللوحة. اخترت صورة حق جلالة الملك واخترت معلم من معالم البحرين، وهو قلعة البحرين. قلعة البحرين اللي تكلمت عنها في الدوكيومنتري من ساعة، وبانوشنا. إلا الغوص موجود. الغوص لازم موجود. طبعا علم البحرين. علم البحرين في الباك في الخلفية. فواز يعطيك العافية. الله كلمة أخيرة حبيبي. طبعا أرد أشكركم على حسن الاستضافة. تلفزيون البحرين، وزارة الإعلام، وأهني الشعب، وإن شاء الله البحرين على طول في أفراحهم. اللهم آمين. اللهم آمين. يعطيك العافية فواز. تسلم. وإحنا شاكرين لك هذه اللوحة الجميلة المعبرة، وشاكرين تواجدك معنا. ومنياتنا إن شاء الله لك بالتوفيق والنجاح الدائم يا رب. دائما نسعد بهذه المواهب. شكرا. جمان، وصلنا الختام. وصلنا الختام، لكن أول شيء أنا بقول ما شاء الله اللوحة وايد حلوة، متكاملة الألوان، المعالم اللي فيها كلها معبرة. يعطيك العافية فواز، وأكيد أنا جمانة يعني تلمس الفن أكثر مني صراحة. كلنا دائما عندنا ذائقة فنية. يعطيك العافية. الله يحفظها لها إن شاء الله. طبعا عايشة يعطيك العافية على تواجد معنا اليوم، ونقول لك مرة ثانية كل عام وأنتي والبحرين بخير، وكل الشكر لكم على كل الجهود اللي تقومون فيها لإنجاح طبعا كل ما في هذه البحرين. يعطيك العافيه. يعافيك ويسلمك، ونقول حق كل بحريني كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. يعطيك العافيه. يعافيك. عائشه يسلمك. وصلنا كذي للختام جمانه. كانت هذه يعني تغطيتنا المفتوحه الفتره الاولى بس ليوم 16 ديسمبر. نتمنى نكون وفقنا في تقديم طبعا الممتع والمميز لمتابعينا. مستمره تغطيه تلفزيون البحرين مع زملائنا في الفترات الثانية جمانة، ومتابعينا نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، ودامت البحرين في عز ورخاء يا رب. آمين.